أهلا بكم في نشرة تعليمية جديدة على شاشة مدرستنا 3، والبداية دائما بأهم وأبرز العناوين. التعليم تبدأ دعم وتأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة بمؤتمرات ومسيرات وندوات حاشدة. وزير التعليم يشهد فعالية حلمنا حقنا صوت الطفل، ويؤكد برنامج إصلاح التعليم المصري مبني على الطفولة. حجازي يشارك في اجتماع الأعلى للجامعات، والمجلس يوافق على إنشاء منصة إلكترونية لمتابعة الأنشطة والخدمات التعليمية. انطلاق مسابقة لمحات من الهند لجميع المراحل التعليمية بسبع محافظات. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. التعليم تبدأ دعم وتأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة بمؤتمرات ومسيرات وندوات حاشدة. شارك عدد من مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية في فعاليات المؤتمر العام لنقابة معلمي مصر لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة تحت شعار يوم في حب مصر، بمشاركة واسعة من مختلف قيادات ومعلمي التربية والتعليم ومديري عموم المديريات والإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات التعليمية وأعضاء النقابات العامة والفرعية ولجانها النقابية. وتحركت مسيرة من أمام مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة حتى انتهت بالتجمع في النقابة العامة للمعلمين بالقاهرة. أما في بني سويف، نظمت نقابة المعلمين مؤتمرا لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة تحت عنوان رد الجميل. وزير التعليم يشهد فعالية حلمنا حقنا صوت الطفل، ويؤكد برنامج إصلاح التعليم المصري مبني على الطفولة. شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم فعالية حلمنا حقنا صوت الطفل، والتي ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومجلس القبائل والعائلات المصرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. وفي بداية كلمته وجه الدكتور رضا حجازي التحية لجميع الأطفال في العالم وخاصة أطفال غزة، وقال إن الوزارة تتعاون مع كافة الوزارات والمنظمات المعنية لتنفيذ استراتيجية الدولة في تنفيذ برنامج تمكين الطفل المصري. أكد أن برنامج إصلاح التعليم المصري مبني على الطفولة، حيث بدأت الوزارة التطوير من مرحلة رياض الأطفال ثم بقية المراحل بهدف تحقيق متعة التعلم واحترام الطفل وآرائه. حجازي يشارك في اجتماع الأعلى للجامعات، والمجلس يوافق على إنشاء منصة إلكترونية لمتابعة الأنشطة والخدمات التعليمية. شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات الذي ترأسه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقر جامعة بورسعيد. وأكد الدكتور رضا حجازي على استمرار التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير منظومة تعليم تواكب التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم. ووافق المجلس على إنشاء منصة إلكترونية تهدف إلى متابعة التغذية المرجعية ورصد أداء الجامعات في المنظومة التعليمية والخدمات والأنشطة التي تقدمها بهدف التطوير المستمر. التعليم تعلن انطلاق مسابقة لمحات من الهند لجميع المراحل التعليمية. أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم انطلاق المسابقة الفنية لمحات من الهند، والتي يتم تنظيمها سنويا في إطار التعاون مع سفارة دولة الهند للاحتفال بالعلاقات الوثيقة بين البلدين وتقوية أواصر الصداقة والثقافة المصرية والهندية ودعم التواصل مع الشباب في مصر. وتستمر فعاليات المسابقة التي تستهدف اكتشاف الموهوبين حتى يوم 17 من شهر ديسمبر المقبل، ويشارك فيها طلاب المدارس في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية من مختلف المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والشرقية والأسكندرية والبحر الأحمر. وزير التعليم يوجه بتوظيف المعلمين الجدد الأسبوع الجاري، ويشدد على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي.
وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بضرورة استلام المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30,000 معلم العمل خلال الأسبوع الجاري بعد استيفاء كافة الإجراءات، كما وجه بتقديم كافة سبل الدعم لمديري المدارس الجدد في إطار المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة، وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم في إحداث التطوير المنشود. وشدد الوزير خلال اجتماعه بقيادات التربية والتعليم ببورسعيد على ضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي لأهميتها في تنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور ومسؤوليات وصلاحيات العاملين بالمدارس. وزير التعليم يشيد بمبادرة رفقاء السعادة ويؤكد على تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب. على هامش لقائه بمدير الإدارات التعليمية ببورسعيد، أشاد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بجهود المديرية في تفعيل المبادرات وإطلاق مبادرة رفقاء السعادة لذوي الهمم عام 2022، والتي حرصت المحافظة على أن تكون من أوائل المحافظات على تفعيلها، وأكد على ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب باعتباره من أهم الأهداف السامية للتعليم، كما وجه بتوعية الطلاب وتعريفهم بالمواد التعليمية والتدريبية التي تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي، والتي تتضمن شرحا وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية للمناهج المختلفة. لمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد. برحب بحضرتك يا فندم على شاشة مدرستنا 3. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. يعني في البدايه فندم نريد ان نتحدث عن ابرز ما جاء في زياره السيد الوزير لبورسعيد وما تم تناوله في الاجتماع مع قيادات التعليم بالمحافظه. طبعا شرفت محافظه بورسعيد وعلى الاخص العاملين بمديريه التربيه والتعليم ببورسعيد بزياره معالي الوزير دكتور رضا حجازي. والحقيقة يعني يمكن من أهم النقاط اللي معالي اتكلم فيها ووضحها إن ضرورة مراعاة انضباط العام الدراسي وضرورة توعية الطلاب بمجموعات الدعم المدرسية وبالروابط اللي بتطلقها الوزارة وكذلك القنوات التعليمية وأهمها طبعا قناة مدرستنا. كما يعني شدد سيادته على ضرورة استلام المعلمين في مسابقة 30,000 معلم العمل فورا بعد استكمال إجراءاتهم القانونية. كمان سيادته يعني شدد على ضرورة تنمية الوعي الوطني والحس القومي والوطني للطلاب والمعلمين، وده كان من خلال تدريب أطلق في الأسبوع الماضي وضرورة متابعة أثر هذا التدريب لدى جميع العاملين. نعم دكتور رضا حجازي، أشاد الحقيقة بجهود المديرية في الارتقاء بالعملية التعليمية وإطلاق المبادرات كمبادرة رفقاء السعادة التي نحن بصددها الآن وهي لذوي الهمم. تعليق حضرتك على هذه الإشادة؟ الحقيقة يعني طبعا شرف لينا إشادة معالي بذلك، وهي هذه المبادرة أطلقها تعليم بورسعيد أكتوبر 22 مما كان له أثر بالغ في تدشين مبادرة أصدقاء ذوي الهمم ديسمبر 22 على مستوى الجمهورية، وده بيدل على اهتمام الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الفئة من ولادنا ودعمه المستمر له. نعم الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، بنشكر حضرتك على هذه المداخلة جزيل الشكر ونسأل الله التوفيق لكم في مسؤوليتكم. وصلنا لنهاية النشرة التعليمية على شاشة مدرستنا 3. نشكر لكم حسن المتابعة. دمتم في أمان الله.